مشاهدينا اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج كاميرا عقاريه. النهارده هنقدم لكم تغطيه خاصه لانعقاد اتفاقيه شراكه ما بين الهيئه المصريه العامه للمعارض والمؤتمرات وشركه المقاولون العرب من قبل وزير التجاره والصناعه المهندس طارق قبيل. هنقدم لكم تغطيه خاصه وحصريه، خليكم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بالسياده المهندس محسن رئيس مجلس اداره المقاولين العرب طقم كامل من شركة مقاولين العرب وهيئة المعارض. احنا النهاردة هنوقع بروتوكول إعادة تأهيل قاعات المؤتمرات الثلاثة، منهم يمكن أكبر قاعة في مصر بتاخد حوالي 3000 شخص. دي احنا محتاجينها لمصر، ما عندناش قاعة في هذا الشكل. زي ما انتم عارفين يمكن الدمار اللي حصل كان نتيجة الحريق في 2015، وده اللي احنا ان شاء الله بصدد اعادة تأهيله النهاردة. طبعا شركة مقاولين العرب من اكبر الشركات القادرة على اعادة تأهيل بالشكل الامثل وبالسرعة القصوى وبأدنى تكلفة، فمن هنا يمكن هو البروتوكول النهارده اللي بيتعمل. ان شاء الله هيبقى في جدول زمني للثلاث قاعات بحيث انه كل قاعه تتفتح لوحدها ويتم تشغيلها لغايه ما نخلص الثلاث قاعات باذن الله. ودي طبعا هتبقى اضافه كبيره لهيئه المعارض المصريه. يعني بشكركم واعتقد ان نبدا التوقيع في اي نقطه اخرى. يعني طبعا صناعة المعارض والمؤتمرات من الصناعات الهامة جدا، يعني في بعض الدول جزء كبير من اقتصادها بيقوم على هذه الصناعة. احنا زي ما عارفين حصل في 2015 حريق لقاعة المؤتمرات، ودي أكبر قاعة مؤتمرات في مصر، فيها ثلاث قاعات، واحدة منهم بتتسع لحوالي 3000 شخص. الصلاة دي طبعا الحريق أثر عليها بشكل كبير جدا. المقاولين العرب في 2015 عملت شغل مؤقت عشان يدعم الاستراكشر انه ما ينهارش أكثر من كده. النهاردة بنوقع بروتوكول ما بين هيئة المعارض المصرية وشركة المقاولين العرب بإعادة تأهيل هذه الصلاة. هم ثلاث صالات كبار فهيتعملوا بتوقيتات معينة، أعتقد أكثر واحدة هتاخد 18 شهر، لكن في حاجات هتبقى في حدود 6 شهور إن شاء الله هتبقى داخلة في التشغيل. وطبعا المقاولين العرب واحدة من أكبر الشركات المصرية اللي بتشتغل في مصر وخارج مصر، وعندها كل القدرة الفنية إن هي تقدر تنجز هذا العمل بأسرع وقت وأقل تكلفة. فالحمد لله
يعني تم الموافقه على البدء في هذا المشروع، والحقيقه هم اوريدي بداوا يشتغلوا يعني مش لسه هنبدا. التكلفه المبدئيه المشروع كله هيبقى في حدود 500 مليون. المراحل اللي احنا بنتكلم فيها دي اعتقد في حدود 200. شكرا. دلوقتي نتشرف الاستاذ محمد محسن رئيس مجلس اداره شركه المقاولون العرب. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ألف مبروك على الاتفاقية النهاردة. حابين نعرف المشروع قايم على ايه؟ حابين نعرف بالظبط المساحات، ومعالي الوزير قال ان هي ثلاث قاعات، وكنا حابين نعرف اكتر تفاصيل. هو القاعة المؤتمرات هي قاعة احنا كنا بنفتخر بها في مصر، لانها من المشروعات المنفردة في مصر، لان فيها قاعات ما فيش في مصر قاعات بهذا الحجم. الحمد لله احنا بعد الضرر اللي حصل نتيجة الحريق احنا كنا متواجدين، وحاولنا ان احنا نتدخل سريعا لان ما يكونش فيه اي خطورة بعد الحريق. عادة الخرسانات بتتأثر بالحريق. عملنا عمل صلب وترميم ووقفنا المبنى بدون اي خطورة عليه. يتبقى بعد كده تشطيب القاعات وتجهيزها لاستقبال المعارض والمؤتمرات، ودي ده البروتوكول اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي مع معالي الوزير. الحقيقه معالي الوزير متفاهم جدا لاهميه وسرعه الانتهاء من هذه القاعات لاداء خدمتها المتوقعه منها. احنا الحمد لله الثقه فينا في محلها، وهنكون عند حسن ظن الوزاره والدوله بينا. احنا عملنا برامج مضغوطه جدا وان شاء الله هنستجيب ليها. والحقيقه احنا بدانا فعلا العمل، ما استنيناش توقيع البروتوكول، فالعمل شغال من فتره وان شاء الله عشان نلحق ننجز في الوقت المناسب. حابين نعرف التكلفه المبدئيه وانتهاء ميعاد انتهاء العمل. هو البروتوكول عموما في حدود ال 500 مليون مقسم على مراحل. المراحل ده هي ممكن تاخد اول سنه ونص، في حوالي 170 مليون جاهزين ان احنا ممكن نشتغل فيهم، انما البروتوكول مقسم على كذا مهمه. نبدا بس بمهمه تجهيز الصلاه الاولى لبدء التشغيل. حابين نعرف اهم المشاريع اللي بتقوم بيها شركه المقاولون العرب حاليا. احنا بنقوم الحمد لله في كل المشروعات القوميه في مصر، كل المشروعات القومية. المقاولين العرب لازم يكون لها دور، ولازم يكون لها دور في جميع المشروعات القومية، في أنفاق قناة السويس، في العاصمة الإدارية، في كوبري رود الفرج، في مشروعات في الصوامع، يعني في مشروعات كتير قوي احنا بنقوم بيها الحمد لله في السلم. في ان شاء الله. شكرا مشاهدينا، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهارده. كنا معاكم في تغطية خاصة من انعقاد اتفاقية شراكة ما بين الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وشركة المقاولون العرب. يا رب تكونوا استمتعتوا بحلقتنا النهارده، وانتظرونا في حلقة جديدة من برنامج كاميرا العقارية.